هو فوزي جه لسه جوه؟ ايوه يا استاذه منال. طب لما يخرج قوليلي. اوكي يا استاذه. استاذه منال اهلا مدام عوض، عملت ايه فضيتي؟ هقول لك حالا، اتفضلي معايا. اتفضلي. الو كمال بيه، وانت ايه دورك في العمليات دي؟ انا ماليش اي دور في العمليات دي ولا ليا اي صله بشغلهم. انا ليا مكتبي الخاص اللي بتعامل من خلاله مع كمال ابو الدهب، واللي اتعرفت فيه على سحر. يا استاذ خالد في حاجه؟ لا ابدا، مجرد تكهنات. وانا سبق وقلت لك ان الشك هو الطريق اللي بوصل للحقيقه. اتفضل. مش هتفضل، عايزك تعرفي حاجه، انا مش موافق على المشروع ده. بس انا موافق وهنفذه. يعني ايه؟ يعني اللي انت سمعته، وبكره هنزل اعلان في الجورنال. اعلان في الجورنال؟ دي مساله التحدي بقى. والله اعتبرها زي ما يعجبك، المهم انا بقول لك على اللي هعمله. بس نسيت حاجه، ان انا اقدر امنعك. مش هتقدر. ده تحدي بجد بقى. انت اللي بدات بالتحدي، وكنت افضل ما تدخلش نفسك فيه لانه مش في مصلحتك. بقى كده. الشيء اللي سيادتك ما تعرفوش اني خدت موافقه جميع اعضاء مجلس الاداره. يا سلام، كل ده تم وانا ما اعرفش؟ انا اخر من يعلم يا دكتوره ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا عارفه انك مشغول ومسؤولياتك كتير، ما حبيتش اشغلك بموضوع بسيط بالشكل ده كده اهو. طبعا انا عارفه ان المستشفى دي حاجه هامشيه بالنسبه لمشروعاتك الكبيره، يعني حاجه شرفيه كده. لا شرفيه ولا هامشيه، المستشفى دي انا بنيها بفلوسي، بعرقي، بمجهودي. ولعلمك شوية الأعضاء بتوع مجلس الإدارة، شوية الفكة اللي أنت لفيت عليهم عشان تاخدي موافقتهم، دول ما يهمونيش، دول كمان اتعدد عشان الشكل القانوني، وأنت عارفة متأكدة من كده. وأنا ما قلتش حاجة، بس زي ما قلت إنه لولا شوية الفكة دول وأنا معاهم ما كانش بقى في مستشفى. يعني معنى كده إن إحنا قوة. قوة هايفة، قوة هشة يا دكتورة. هنشوف يا كمال بيه مين فينا اللي قوة هشة. الراجل ده داهية، ومادام مسك القضية المسألة مش هتعدي بالسهل زي ما انت فاكرة. طب أنا عندي فكرة. الحقيني بيها الله يخليك. إيه رأيك لو عيناه مستشار قانوني للشركة؟ واضح إنك ما عندكيش أي فكرة عن خالد زيدان. يا سلام، أنت مهيأه قوي كده ليه؟ يا حبيبي اللسان الطويل يقصر بالماني، نعرض عليه عرض كبير يزغلله. ده بني آدم محصن ضد الزغللة، نوعية تانية، عنده مقولة شهيرة ومبدأ، أدافع عن الحق مهما كان الثمن. مجرد شعارات، مشي حالك. وساعة الجد في كلام تاني، اسألني أنا عن الناس دول، يا ما مروا عليا. برضه مش خالد زيدان يا صلاح. طب حاول، ولو ما نفعش عندنا ألف طريقة وطريقة نخلصه خالص. عندك حق، هفكر. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا فندم. اهلا بيك. استاذ خالد موجود؟ ايوه موجود ومنتظر سيادتك. اتفضل. ميرسي. اتفضل. مساء الخير. اهلا اهلا يا كمال بيه. لا بيتو احتاج. كمال بيه دي اسمعها من اي حد في الدنيا الا انت يا خالد يا زيدان. هما مش بيقولوا لك كده برضه؟ هما مين؟ دول الناس اللي انا بشتغل معاهم. بيزنس في السوق. يعني معرفه شغل. انما انت يا خالد يا زيدان، انت صديق عمري يا اخي. مش احنا كنا في التوفيق سوا؟ مش كنا في تخته واحده؟ فاكر الاستاذ عبد الحميد صبحي مدرس الانجليزي لما ظبطني وانا بغش منك؟ فاكر يوم ما لغالي الامتحان لانه لقاني ناقل منك موضوع الاملاء ولا الانشاء بالحرف بكل الاخطاء الاملائيه والنحويه؟ كانت ايام. الله رايك، بس ايام كلها سعاده وراحه بال وهناء.
ايام بلا مسؤوليه بلا مشاكل. دلوقتي الحياه كلها صراع، صراع ديناصورات يهد الحيل ويرجع القلب. انت عايز تقول لي ان عندك هموم ومتاعب؟ اه طبعا. قهوتك ايه يا سعاده البيه؟ انا قهوتي مظبوط. حاضر. اتنين قهوه مظبوط. حاضر. انت فكرك ايه؟ الشغل دلوقتي يا حبيبي كله مشقه، كله متاعب. انت عايز تقول لي ان كمال ابو الدهب صاحب اكبر شركات استثماريه في البلد حياته صعبه وفيها متاعب؟ امال سلامه ده يعمل ايه؟ اللي زي سلامه ده مرتاح، عالمه محدود، لا عنده شركه هتخسر ولا البورصه هتهز مركزه المالي. احنا الشغل اللي احنا فيه هد حنا، عجزنا قبل الاوان. معنى عجزنا يا كمال بيه واللي كان لا بس انت عجزت لوحدك، بس انت ارمل ما يهمكش. انا اخويا لسه شباب، ثم انا زوج حتى الان زوج، ما تضيعش مستقبلي معاك يا خالد يا زيدان. تفتكروا كمال بيه ابو الدهب جاي قابل الاستاذ ليه؟ اكيد عنده قضيه. لا فالح، وتفتكر كمال بيه ابو الدهب صاحب اكبر شركات استثمار في البلد ما عندوش اسطول محامين بحاله ومحتاج للاستاذ بتاعنا في قضيه؟ وليه ما يكونش ناوي يضم الاستاذ بتاعنا للاسطول بتاعه؟ لا طبعا مش معقول. مش معقول ليه بقى يا استاذه؟ لان الاستاذ بتاعنا بيعتبر نفسه اسطول محامين لوحده، عايزه ينضم لمجموعه محامين ويبقى مجرد محامي عادي زيهم. يا جماعه مش مهم يبقى محامي عادي او محامي سوبر، المهم يكون جاي فعلا لكده. يا سلام لو ده حقيقي، هيبقى يوم المنى كلنا هنتنغنى في العز. بس هو يوافق؟ قول يا رب. انا مصممه يا دكتور زهدي ان المشروع ده ينجح باي وسيله، حتى لو اضطريت ادفع تكاليف العمليات دي من جيبي. احنا اتفقنا ان المستشفى هيتحمل جزء، يعني هيتخصم الارباح السنويه وهو يروح يقضي ضرايب. بس للاسف النواحي الماديه دي انا ماليش اي تصرف فيها. انا صحيح مديره المستشفى بس كل اختصاصاتي فنيه. مكتفني يا دكتور مكتفني. يا انا ما كنتش متصور المساله وصلت لكده. بس المشروع ده بالذات انا مصممه انه ينجح، واخداها تحدي حياه او موت. وانا الحقيقه واثقه من موافقه جميع اعضاء مجلس الاداره ما عدا واحد بس. لا واحد مش مهم ما دام الاغلبيه معاك. بالعكس ده مهم جدا، ده ممكن يوقف لي المشروع كله. ده مين ده؟ رئيس مجلس الاداره كمال ابو الدهب. جوزك؟ معقول؟ الكل فاهم زي حضرتك كده ان انا ليا الكلمه الاولى والاخيره في المستشفى، لكن الحقيقه غير كده. انا ساعات بحس اني مجرد وجهه مش اكتر. انا متاسف جدا، انا ما كنتش فاهم الحكايه كده. بس ايه يعني قيمه دخل المستشفى كلها جنب المشروعات العملاقه بتاع كمال ابو الدهب؟ ده بيكسب منها كتير جدا. انا ما اقصدش حاسد طبعا، بس يعتبر دي يعني ذكاء عن ماله. لا كمال ابو الدهب ده بالرغم من كل ملايينه دي لا يمكن يطلع قرش واحد من جيبه الا اذا كان واثق انه هيرجع له قده 10 مرات. كل حاجه عنده محسوبه بالاله الحاسبه. يا لا تسمحي لي، ده يبقى انسان مادي جدا. هو كده بالظبط. غريب، طب ازاي التقت الانسانيه المفرطه مع الماديه الفظيعه دي؟ عمرها ما التقت. يعني افهم من كده الفلوس بتغير النفوس، في ناس بتزيدهم ايمان وشكر وقرب لله، وناس تانية بتزيدهم جشع وطمع ويبقوا عبيد للمال. يا ساتر، ما هو المال على قد ما هو زينة الحياة الدنيا، انما هو برضه فتنة. للأسف اللي أنا عايشة فيه دلوقتي نتيجة اختياري الخاطئ، لكن أعمل إيه؟ بعد ما شفت كل حاجة على حقيقتها كان من الصعب إني أتراجع، كان بقى في أولاد ومسؤوليات وكان لازم أستمر. دكتورة أمنية، ما تحمليش نفسك أكتر من طاقتها. البني آدم بعض أحيان بيعيش حاجات أكبر من طموحاته ومن أمنياته، وفي الحالة دي بيعيش الصراع الفظيع بين الآمال والمسل اللي هو عايش بيها وبين الواقع اللي هو مضطر يعيش فيه. بس المرة دي بقى أنا مصممة إن نتيجة الصراع ده تكون في صالحي أنا مهما كان الثمن. والله يا كمال بيه أنا من زمان برفض إن أكون مستشار قانوني لأي شركة، وليه وجهة نظر في كده؟ طب
طب ممكن تسمح لي اعرف ايه هي وجهة النظر دي؟ الحقيقة انا احب احتفظ بيها لنفسي. بس انت في النهاية مكسب لاي شركة. متشكر، الله يخليك. لا معلش، انا متمسك انك تكون المستشار القانوني لمجموعة شركات. الحقيقة انا اسف اني برفض الطلب ده. ايوه ممكن ترفض، ده بالنسبة للاغراب جائز لكن احنا يا خالد اصدقاء وزملاء طول العمر، اكيد الزمالة والصداقة كلهم تأثير، مش كده ولا ايه؟ انا تحت امرك في اي طلب، بس في المسألة دي انا اسف، دي مسألة مبدأ وانا ما احبش غير مبدأي ابدا. كل المحاميين الصبح في المحكمة بيتكلموا عن عرض شركة ابو الذهب اللي حضرتك رفضته. وصل لهم الخبر بالسرعة دي؟ ما هو اللي ساعد على سرعة انتشار الخبر غرابته. خبر ايه؟ والدك يا ست اللي هو والدنا الأستاذ الدكتور المحامي الكبير خالد زيدان رفض عرض $10,000 في الشهر غير عمولة على كل صفقة وكل عقد يكتبه. $10,000؟ مش معقول. ادي قلتها مش معقول. يمكن بابا شايف ان العرض ده فيه حاجة مشبوهة. ابدا، ولا كان لهم اي مطالب غير انه يبقى المستشار القانوني للشركة. طيب ادوني بقى فرصة اتكلم. اتفضل يا متر، كلنا اذانهم صغية. وبعدين انت بالذات اول واحدة لازم تعرفي معنى كلمة مستشار قانوني، يعني ابقى المتحدث الرسمي باسمهم، وده شيء انا ارفضه. هايل يا بابا. وبعدين كوني مستشار للشركة فمعناها ان انا هدافع عن مصالح الشركة واقف معاهم حتى لو مصالحهم بتتعارض مع الصالح العام، يعني اقف معاهم بالحق او بالباطل، طبعا ده شيء انا ارفضه. ولو ما عملتش كده بقى يبقى انا بخسرهم لاني باخد منهم الاف الجنيهات، طبعا ده مش منطق. انتوا ما تعرفوش المحاماه دي بالنسبه لي معناها ايه. المحاماه يعني الدفاع عن الحق مش الدفاع عن الباطل. برافو 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 يا بابا. يا حبيبي هو انا بحبك من شويه. ان كل يوم اعجابي بيزيد بالراجل ده. يا عم ده راجل مجنون. عيب يا حسن ما تقولش كده. امال تسمي ايه واحد زي ده؟ معظم قضاياه كلها بلوشي. واحد عنده مبدا يا استاذ وشايف ان دي مش شغلته، لا يسجل ارض ولا يعمل عقود بيع وشراء ولا يقبل انه يبقى مستشار قانوني للشركه ولا حتى يقبل قضايا مخدرات او قضايا تعويضات. تقصد ايه بقضايا التعويضات يا استاذ رزق؟ وبعدين انت طول ان في حد يثق فيك ويديك قضيه عشان تجيب له حق وحق اللي ماتوله في الطريق الزراعي او الصحراوي؟ طبعا ما طولش، لان ده محتاج مني بيات طول الليل في الطريق الصحراوي. انا عايز اعرف تقصد ايه. تقصد ايه بالبيات يا ابن ال... يا ابن ايه؟ يا ابن حاجب المحكمة ولا فراش المكتب؟ عيب يا جماعة مش كده، لو الاستاذ سمع هتبقى مشكلة. لا ده انت زودتها قوي. ده انت بتخنقوا. تعالى يا عم سلامة، تعالى شوف ابنك المحترم بيعمل فيه ايه، بيعتدي عليا اثناء تأديت عملي، وانت عارف عقوبة ده ايه في القانون. انت راجل خبرة، قضيت طول عمرك في المحاكم وصوتك اتنبح من كتر ما قلت محكمة. لا ده انت بقى مش هتجيبها البار. تعالى بقى اوعى. بس يا جماعة بس يابا، بس يابا انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ يابا انا مش عايز اشوفك في وش السعادي، مش عايز اشوفك في وش السعادي. انت السبب في كل اللي بيحصل في حياتي. وبعدين انا عايز اعرف انت قاعد هنا لحد دلوقتي ليه؟ يابا وجودك هنا مش قادر انسى الذل اللي شفته في حياتي بسببك. وبعدين مخليهم كل واحد فيهم يعاند بيك. انا يا ابني. ايوه يابا، ومخليني مش عارف ارفع راسي. لا انت ترفع راسك يا حسن، تفتخر بابوك شيء وتعب حد ما وصلك لحد هنا. يا ريته موصلني ولا كان علمني ولا كان حتى جابني هنا. هو دايما كده كاسر نفسي ومحسسني اني غلطان عشان عايزني استنى اللقمة منه، ولا لا يمكن استنى اللقمة منه يا استاذ خالد. وانا ما اقبلش ابدا انك تمد ايدك لابنك، ثم انا ما اقدرش استغنى عنه. واحنا كمان ما نقدرش نشتغل من غيرك. اسكت بقى،
ما انت السبب في كل اللي حصل. انا ما كنتش اقصد اي حاجة، على العموم حقك علي. استاذ رزق تعالى المكتب. يلا بقى روح خد الدرس التمام. الو. ايوه يا سالي. طب حوليهولي. اهلا اهلا مدام فايزه. القضيه اتاجلت. يا استاذ رزق، اللي بيشتغل معايا هنا في المكتب لازم يحترمه ويحترم كل العاملين فيه، بتأمني انا شخصيا لغايه عم سلام. يا فندم ما انا بعمل كده فعلا. ايوه بس اللي انت عملته مع الاستاذ حسن زميلك من استفزاز واسلوب الغمز واللمز ده مرفوض. يا فندم ما هو اللي استفزني وغلط فيها من الاول. يا استاذ رزق انا مش بحقق معاك في اللي حصل، مين اللي بدا الاول ومين اللي غلط في التاني. انا بفهمك اصول الشغل معايا، مفهوم يا فندم؟ يا من فضلك اتفضل روح على مكتبك، ودي اخر مره اسمع انك عملت مشاكل مع حد في المكتب او في المحكمه. المكانين دول مقدسين بالنسبه لي. اتفضل، مع السلامه. اتفضل. مفيش ازاي وانتي قاعدة بتدعبسي في الملفات؟ ادعبس ده ايه؟ ده انا بدور على ورقة. جواب من خطيبي، كنت بقرا فيه لما كنت عند الاستاذ، وكنتوا سايبين كام ملف من دول على مكتبي، وبعدين يظهر انه اتحط في الاوراق والقضايا لاني مش لاقياه. طب يا حبيبتي روحي على مكتبك وانا لما الاقيه هبعتهولك، ما تخافيش محدش هيقراه. يلا اجري على مكتبك احسن التليفون بيضرب. انت مش ملاحظ ان البنت دي بتدخل الاوضه دي كتير قوي؟ وايه الغريب في كده؟ مش سكرتيرة المكتب؟ سكرتيرة المكتب مالها بقى ومال ملفات القضايا؟ ما تاخديش في بالك، مش جايز عايزه تكمل تعليمها وتدخل كليه الحقوق وتبقى محاميه. على فكره دي هتبقى محاميه جميله قوي، على الاقل هتغير فكرتنا عن المحاميات المسترجلات. هتحسن النوع. ظريف قوي. شال مظبوط يا حسن بيه، اللي قاعد المزاج التمام. شكرا يا شرقاوي. دول اسماء وعناوين الناس اللي ماتوا في حادثه الطريق الصحراوي. متاكد منهم؟ ايه يا متر، ده انا نقلتها بنفسي من المحضر. طب خد دول. دول شويه يا متر. معلش انا عارف انهم قليلين، حاجه تحت الحساب كده، لكن حلاوتك الكبيره ان شاء الله بعد ما نقبض التعويض الكبير. عرفت ازاي هتمنع العمليات دي تتعمل يا عبد العال؟ كمال بيه اسمح لي، باردون، يعني ابدي لك وجهه نظر صغننه في الموضوع ده. مش مانع، قول يا سيدي. انا بقول يعني لو سيادتك سمحت لهم يعملوا العمليات دي كل اسبوع زي ما هم عايزين، مش هتخسر كتير، بالعكس يمكن تكسب اكتر. اكسب ازاي؟ قلت لي ازاي؟ أنا أقول لسعادتك العمليات دي لما تتعمل في المستشفى هتعمل دعاية كبيرة ليها. طب المستشفى ناجحة والحمد لله، مش محتاجة أي دعاية. استنى عليا شوية يا كمال بيه، الدعاية دي مش هتبقى للمستشفى بس، دي هتبقى لسعادتك أكتر. هيقولوا عليك رجل البر والتقوى، نصير الغلابة والمساكين، مبعوث العناية الإلهية والرحمة لعلاج المرضى والمحتاجين. وزي ما ساعدتك ساعدت ضحايا الزلزال والسيول وبسببهم برضون يعني دخلت مجلس الشعب،
المرة دي بسبب المشروع ده هتعلي أسهمك في المنطقة وهتخش برضو مجلس الشعب. وبعدين العمليات دي هتتعمل في أوقات بتكون أوضة العمليات فاضية مش مشغولة، يعني مش هتأخر أبدا عملياتنا. كده كده كده. واللي هتتكلفه المستشفى يلا علي أنا. إيه عليك دي؟ إيه عليك دي؟ هتهرج ولا هتهرج؟ لا 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 باردون يا كمال بيه، أنا ما بهرجش ولا حاجة. حيلتك حاجة؟ قولي، تكون بتعمل بيزنس كده وعملت لك ثروة من ورايا؟ أنا أعمل كده برضو؟ ده أنا غلبان يا كمال بيه، ده أنا عبدك المخلص الأمين وأنت ولي نعمتي. ويعلم الله، يعلم الله أنا بحافظ على مالك إزاي وإزاي بزود دخل المستشفى بطرق الخاصة. شوف بقى، أنا مش عايز كتر الكلام، اختصر، عايز تعمل إيه؟ فهمني. هقول لسعادتك، خدمك المخلص الأمين عبد العال هيحمل فواتير العمليات البلوشي دي على فواتير عمليات الزباين اللي بتدفع، يعني أمبير العداد بتاع الحالات اللي بتدفع هيزيد شوية، مش مشكلة. يعني اللي بيدفع 12 يدفع 15، اللي بيدفع 15 يدفع 17. أصل برضون يعني الزبون اللي بيجي لنا هو اللي بيبقى معاه فلوس ويقدر يدفع، لما تزيد شوية مش مشكلة. إيه يعني هيقف على 2000 ولا 3؟ طب قول لي بقى، المبالغ دي هنحطها تحت بند ايه؟ لا يا فندم، دي بقى مسؤوليتي الخاصة، شغلي أنا. وبعدين ما تنساش حضرتك إن النقابات كلها بتتعالج عندنا. يا ابني الإيه؟ تلميذك ومحسوبك. إيه ده؟ إيه تلميذك دي؟ لا أنت خدت عليها قوي. باردون يا كمال بيه، أنا قصدي خدامك المخلص الأمين. وبعدين بدون زعل بدون زعل، المشروع ده هيدخلنا في حاجة مهمة جدا، هيدخلنا في شريحة خصم الضرائب، وده الأهم. مظبوط، بالتالي كده احنا نبقى في السليم. وكمان تكون سعادتك راضيت الدكتورة أمنية، ولو إنها بتكرهني كده لله في لله معرفش ليه، مع إن أنا كل همي خدمتكم بس يا كمال بيه. طيب يا سيدي اتفضل، الشيك ده نظير خدمتنا، اتفضل. ادى لو كانت الأفكار دي بتجيب الشيكات دي يا فندم، أنا مستعد أفرز لك عصارتها وأجيب لك كل يوم فكرة جديدة. لا يا حبيبي ما تطمعش، مش كل فكرة هديك فيها فلوس، دي بالذات عجبتني لأنها جت في الوقت المناسب. ألو، أنا سالي، الجو ملعبك دلوقتي جدا، ما قدرتش اعمل اي حاجة. طيب هبقى افوت على حضرتك بعد ما اخلص. فضلت عمري كله أبص لعينيك الجميلة دي، هحتاج لعمر تاني، وبرضه مش هيكفيني عشان أشبع منه. إيه يا عمر الكلام الجميل ده؟ يا حبيبتي ده مش مجرد كلامه بس، أنا إحساسي هو اللي بيتكلم. أنا مهما قلتلك بحبك قد إيه مش هقدر أعبر لك على اللي أنا حاسس بيه فعلا. عارفي علياء، على الرغم من إن مهنتنا دي مهنة الكتابة وإن وسيلة التعبير هي الكلمة، إلا إني مش عارف ليه لما بشوفك بلاقي نفسي عاجز عن الكلام وعن التعبير وعن كل حاجة في الدنيا دي كلها. عشان كده لقيت إن أحسن وسيلة تجمعني أنا وإنتي هي لغة الإحساس. عشان كده برضو يا حبيبتي أنا
سايب عينيا هي اللي تتكلم، يمكن تقدر توصلك أحسن. يا حبيبي يا عمر، أنا بشوف في عينيك أحلى كلام ممكن يتقال. يا ريتك أنت كمان تشوف في عينيك كل اللي أنا حاساه. الإحساس الصادق بجد لا يمكن تقدر تخفيه لعينين يا عليا، وإحنا الاتنين حبنا صادق قوي. وأنا معاك يا عمر، بحس إن أنا أسعد إنسانة في الدنيا، بحس إن أنا ملكة الدنيا بحالها، خليت لحياتي معنى وطعم، لا مال ولا عز اداني الإحساس ده. الكلام ده على قد ما بيسعدني على قد ما بيخوفني قوي يا عليا. بيخوفك يا عمر؟ طبعا يا عليا، لأنه بيخليني مسؤول قدام نفسي إنك تفضلي عايشة الإحساس الجميل ده، وده بصراحة بقى اللي أنا مضمنوش يا عليا. إزاي؟ يا عليا إحنا لازم نفوق من حلمنا الجميل ده، لازم نشوف الأمواج اللي إحنا بنصارعها. أهو أنت اللي بتقول أهو، هنصارعها وإن شاء الله هنصارعها ونغلبها. لكن الموج عالي قوي يا عليا، الموج عالي والطيار ضدنا. حبنا أقوى من أي حاجة في الدنيا، وهو اللي هينتصر. وبكرة تقول عليا قالت سيد بيه مجاهد بسلامته لسه ما باعش. والعمل؟ هنشتغل، هنعلن تأسيس الشركة، نفتح باب الكتاب. وتعلن تأسيس الشركة برأس مال قد إيه؟ وانت اصلا مش ضامن انه يبيع؟ لا، من جهه ضامن، انا ضامن مليون المية انه هيبيع. المهم عايزين نعرف ازاي هتعمل ميزانية الشركة وانت مفيش تحت ايدك ارقام ثابتة؟ ضحكتني. ارقام ايه يا صلاح بيه؟ ادخل. ايوه فيه. باردون كمال بيه، سالي برا وعايزة حضرتك ضروري عشان عندها شغل. خليها تدخل طبعا. اوكي. السكرتيرة دي شكلها مش هيعمر. ليه كده؟ ليه بتقولي كده؟ دي بان عليها بنت كويسة. شكلها كده مش بتاعت شغل. أنا كل ما أجيب سكرتيرة تعترض عليها يا صاحبي. أنا مش فاهمة أنت ليه مصمم تعين بنات؟ ما الرجالة مالين البلد. عايز السكرتير بتاعي يبقى راجل، تبقى حاجة دمها تقيل. عايزة تقفليها ليه؟ يعني بقى هنا وفي البيت. طب لما أقوم أنا بقى أروح أشوف شغلي. عندي شوية ورق ولسه ما بصيتش فيه. بقولك ايه، بالمرة بص كده على العرض بتاع فادي سنتر، يمكن يكون عرض كويس. لا انت هتدخلنا في الملابس الجاهزة كمان. وماله مادام بتكسب؟ بس ده تشتيت. شوف يا حبيبي، انا عايز شركة ابو الدهب تكبر، تبقى امبراطورية ابو الدهب، حاجة تخوف. يلا يا حبيبي تعالي يا سالي. اخبارك ايه؟ اخباري ما تصرش. ليه ما تصرش؟ ما عرفتش خالص الاقي الدوسيه، يظهر انهم شايلينه في الخزنه. على كون لسه في فرصه قدامنا، فاضل شهر على القضيه. المكافاه بتاعتك زي ما قلت لك، شقه جاهزه من كله، ناقصه بس على امضتك، ودول مبلغ بسيط كده بره الحساب كادو. ميرسي خالص يا كمال بيه. اتفضلي. ايه ده كله؟ ملف ايه ده اللي يساوي شقة؟ وهتجيبهولك منين؟ هتفهمني الموضوع يا كمال؟ الموضوع يا ستي ان سالي دي سكرتيرة خالد زيدان. الملف ده بتاع قضية فوزي الشاذلي، اللي فيه كل المستندات، صورة المحضر الأصلي، تقرير المعمل الجنائي، يعني حاجات تودينا في داهية. فهمتي بقى سالي دي مهمة ليه؟ اتفضل يا كمال. تسلم ايديك يا دكتوره. يا ولاد، مامتكم هتنفذ مشروع انساني هايل. الحقيقه بابا وماما طول عمرها مشاريعها انسانيه. انت على طول واخد جانب مامتك؟ مش تسمع الاول وتقرا وتعرف ايه المشروع؟ ما احنا عارفينه يا بابي، مامي كلمتنا عنه. ده انا ناويه اعمل عنه موضوع في الجورنان عشان المستشفيات التانيه تحتاز بيه. بقولك ايه؟ ركزي على صورتي. حطي لي صوره كبيره قد كده. ليه بقى؟ انت مش اصلا معترض على الفكره؟ يا ستي كنت غبي، مش واخد بالي. لما فكرت كويس لقيت ان انا غلطان وانت صح. هايل يا بابي هايل. هايل يا بابي هايل، كسب الجوله بسرعه كده. لا لا بس انت الاولى، انا الثاني وانت الاولى. مبسوطه يا ستي؟ يرضيكي؟ لا ما يرضينيش، انت عارف كويس ايه اللي يرضيني. ايه بقى اللي يرضيكي؟ قولي نوريني. يلا يا مامي، استغلي الموقف ده ولحظه التجالي اللي عند بابي واطلبي. انا ليا طلب واحد بس. اتفضلي قولي. ايه هو؟ تنقل الاستاذ عبد العال حسنين تاني يا امنيه.
هنتكلم في الموضوع ده تاني؟ معقوله بقى؟ خليكم معايا، معقوله الدكتوره الكبيره الباحثه العلامه تشغل نفسها بحته موظف عندها؟ ما هو حته الموظف ده مكتفني، ما خليني مش عارفه امشي المستشفى زي ما انا عايزه. يعني ايه مش عارفه تمشي المستشفى زي ما انت عايزه؟ لا يا استاذه، انت بتنفذي كل اللي انت عايزاه. انت عارف كويس ان ده ما بيحصلش. هو حضرتك متمسك بيه كده ليه يا بابا؟ يا ابني ده راجل كف وامين، مصدر ثقه، انقله ليه؟ اظلمه ليه؟ انا ما احبش اظلم حد. يا سلام والله. حضرتك يا بابا مش محتك بيه، يعني ما تقدرش تعرف اذا كان بيغلط ولا لا. وبعدين ماما هي اللي بتتعامل معاه مباشره، ومن حقها ترتاح مع الناس اللي بتشتغل معاهم. طبعا يا حبيبي، ما انت واخد صف مامتك على طول الخط. ليه يا بابا؟ هو انتوا جبهتين حناصر جبهه على حساب الثانيه؟ بالعكس انا بتكلم بالمنطق ومع الحق. الحق بقى ما رفضش واحد بدون ذنب، لازم يكون غلط عشان نرفضه. ثم مناقشه عبد العال دي ضيعت وقتي، عندي ميعاد مهم في البنك، انا اذنكم. مفيش فايده، راسه ناشفه، لما يكون في دماغه حاجه محدش يقدر عليه. انا شايفه يا متر ان موقفنا في القضيه دي ضعيف جدا. انت لسه ما اتعلمتيش يا استاذه. طب ده انت عندك ثغره بمليون جنيه. فين يا متر؟ انا فريت القضيه دي اكتر من مره. اقريها تاني، هتلاقي ان المدعي بالحق المدني وقع في غلطه عمره. انا مش هقولك على الغلطه دي، اقريها تاني وانا واثق انك هتلاقيها. حاضر يا متر، عن اذنك. ايه اقعدي مستعجله ليه؟ رايحه ادور على الغلطه. اكيد مش هتضيع. ايوه بس الاقيها. انا واثق انك انت هتلاقيها، وواثق في ذكائك وفطنتك، وعارف ان مخك كبير. المهم انه ما يبقاش تخين. طبعا مش تخين، والا ما كنتش اشغلك معايا. انا متشكره قوي يا استاذ وهاب، حقيقي دي شهاده انا بعتز بيها. قولي لي يا ماجده، والدك الدكتور خالد زيدان ما اتضايقش لما عارف انك فضلتي مكتبي على مكتبه؟ لا بقى اسمح لي يا متر، كوني اشتغل في مكتب حضرتك ده ما يعنيش ان انا فضلته عن مكتب والدي. كل الموضوع ان انا حبيت ادرس في المدرستين علشان بعدها اقدر اختار انهي مدرسه همشي فيها. مش بقولك انك نبيها. لا يا متر، انا ماجده خالد زيدان، عن اذنك يا متر. انا شايفه الاعجاب في عينيه من يوم ما اشتغلت عنده في المكتب، لكن ايه اختك تقيله. وانت هتعملي ايه بقى بواحد ده في عمرك؟ ممكن اتجوزه. تتجوزيه؟ ليه لا؟ تبقي اكيد اتجننتي يا ماجده. يا حبيبتي، هو الجواز ايه من اصله غير نوع من الجنون؟ على الاقل ده عنده كل حاجه، عنده الشقه والعربيه. لا تسمحيلي، ده عنده فيلا وعربيتين، غير فيلا في ابو سلطان وفيلا في مارينا، ده غير الفلوس متكدسه في بنوك بره. كل ده مش يصغروا ويجملوا برضه؟ هو ده بس كل اللي يهمك؟ واللي لازم يهمك انت كمان، والا هتفضلي طول عمرك محلك سر. يا ميسه كل الناس بتجري وانت الوحيده اللي واقفه مكانك. صدقيني دكتور هشام عقل بتاعك ده مش هيعملك اي حاجه ولا هينفعك، ده هو عايز اللي عينه يتعكز عليه، والا صدقيني الحب اللي بينكوا ده هيتقلب حاجه تانية خالص. حاجه تانية ازاي؟ ممكن يتحول لكراهيه مثلا. كراهيه؟ معقول؟ بصي، قالوها اجدادنا، اذا دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. ده ما يبقاش حب، الحب الحقيقي يقف قدام كل الصعاب وينتصر عليها. الحب الحقيقي يخلي الفقر ينط من الشباك وما يهوبش ناحيته تاني. كده هو، بكره نتفرج ونشوف. يا دكتور، ايه اخبار المستشفى؟ يعني ما انتش عارف اخبارها؟ لو انا عارف ما كنت سالتك. طب عايز تعرف ايه بالظبط؟ اي حاجه، اي اخبار، ما عدا اي حاجه تخص عبد العال الله يخليك. لا عبد العال مفيش حاجه تتقال عنه، اصله اليومين دول كامن زي ما يكون عنده حاله بياد شتوي. بياد شتوي؟ ما شاء الله، ايه الروان ده؟ ده انت النهارده فايقه ورايقه. اذا تستحقي ان اقول لك عن مفاجاه اللي انا محضرها لك. مفاجاه ايه؟ اصبري بس وانا هقول لك. قول انا سامع. شوف يا دكتوره،
مش ملاحظه ان في اطباء كتير دخلت مجال البيزنس والاعمال والاستثمارات اللي ماشيه اليومين دول؟ كمال انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك انا قعدت فكرت، حبيت ان مراتي حبيبتي ام اولادي يبقى عندها اسهم في شركات. طب انا عندي اسهم في معظم شركات. لا لا لا، دي حاجه تانية. قدامي فرصه كبيره، مجموعه من رجال الاعمال هتنزل البورصه، فعايز اخد لك اسهم باسمك فيها. وليه ما تاخدش باسمك انت؟ هو انا فكرت طبعا، لكن لقيت ايه، انت عارفه انا اسهم عندي كتيره وشركات كتيره، فلو توسعت اكتر جايز يبقى في يعني مشاكل مع الضرايب وحاجات كده. والضرايب بقى مش مراتي حبيبتي ومولادي. انت ليه دايما تفهميني غلط؟ بالعكس، ده انا فهمك صح قوي. لو انت فهماني صح كنت فهمت القصد من كلامي. لو المشكلة بالنسبة لي ضرايبي بس، حلها سهل عندي، انا اشتري الاسهم باسم اي حد من رجالتي واخد عليه الضمانات الكافية، مش مشكلة. انا بعمل ده كله عشان خاطر ارضيكي. انا بقى موضوع سوق المال ده لا يرضيني ولا يستهويني. احنا عندنا اللي يكفينا ويكفي ولادنا من بعدينا ويكفي احفادنا كمان، ولا انت شايف ايه؟ شايف ان انت عايزة تفضلي محلك سر، الناس كلها بتتحرك حواليك وانت واقفة زي ما انت. دول ناس طماعين، انا مش منهم. انا كفايه عليا اللي ربنا اداهولي، بس احافظ عليه. ربنا بعتنا فرصه لغايه عندنا، ليه نرفضها؟ ده حتى حرام. الحرام اني ادخل في لعبه انا مش فاهماها. مش لازم انت تفهمي، كفايه انا فاهم. خلاص العبها لوحدك بعيد عني. يا سلام يا سلام، صحيح، خير ان تعمل شر ان تلقى. يا سلام، بتبصي لي قوي كده ليه؟ عماله تتاملي فيا كده ليه؟ لا، وانت بتشوفيني لاول مره ولا ايه؟ انا بتاملك صحيح، بس مش لاول مره، من زمان وانا بتاملك ونفسي اسال سؤال. لحد فين ولحد امتى هتجري ورا الفلوس؟ ما شبعتش يا كمال؟ كل الفلوس اللي عندك دي ولسه عايز زياده؟ يا راجل ده انت ما بتنامش الليل من الخوف والقلق. مفيش سقف مالي للرجال الاعمال يا دكتوره، ده قانون البيزنس، قانون السوق. الفلوس تجيب فلوس، المشاريع تجيب مشاريع، والبحر يحب الزياده. عارف ان انا وقفت اندهش تحت الرجلين، اضيع. امبراطوريه كمال ابو الدهب تضيع. هشام، ازيك يا هشام؟ انا سلمى. بتعمل ايه دلوقتي؟ ياه، ده كتاب قديم قوي. اوف كورس، طبعا دادي عنده احدث كتاب نزل من السلسله دي. اكيد طبعا، ما هم بيبعتوا له الكتب اول ما بتنزل على طول. تستعيره؟ تدفع كام؟ طب اوكي، بس على شرط ترجعه لي تاني. قولي بقى، انت ايه اللي مقعدك في البيت دلوقتي؟ يا سلام، افهم من كده انك مستقيم؟ الرجاله كلها بتقول كده. طب وانت في لندن كنت برضو مستقيم؟ ما تفكرنيش بقى بلندن وايام لندن. انت قصدك ما تعرفيش ان انا تعرضت لعمليات سرقه وابتزاز، ورجعت يا مولاي كما خلقتني. ولا يهمني ازاي، ده مجهود 10 سنين اعوضهم. طب ازاي؟ كفايه انك عرفتني، مش ده برضو تعويض كافي ولا ايه؟ مرسي. بقول لك ايه يا هشام، ما دام انت فاضي وانا فاضيه، ايه رايك نتقابل دلوقتي عند دادي في العياده بعد نص ساعه؟ اوكي، انت طبعا عارف مكان العياده، اهو نستفيد منه ونديله خبرتنا. خلاص اوكي، مش هتأخر عليك. باي باي. يا دكتور فؤاد، احنا عايزينك كل يوم والتاني تطلب من المرضى بتوعنا اشعات وتحاليل كتير،
الأجهزة اللي احنا جايبينها دي ليه؟ جايبينها ليه؟ زينة عياءة ولا ايه يعني؟ الله جرى ايه يا عبد العال؟ ده انا اكتر دكتور عندكم في المستشفى بيطلب اشعات وتحاليل لعيانينه. برضو عايزين اكتر واكتر واكتر. خليك معانا، العداد لازم يعد كتير. خليك معانا يا دكتور، خليك مخلص للمستشفى. الله، هو في شك يا عبد العال ان انا مخلص للمستشفى؟ لا لا لا، انا ما اقصدش ده، انت من احسن واخلص الدكاترة اللي عندنا هنا في المستشفى، بس احنا طمعانين فيك، عايزينك اخلص اكتر. حاضر يا سيدي، انا فاهم اللعبة كويس قوي، وان شاء الله هكون عند حسن ظنكم. حلو الكلام. لو قلبي في يوم غيرك قلبك فوق النجاح.